السلام عليكم، مساء الفل يا جماعه، اخباركم ايه؟ ان شاء الله الناس كلها هتبقى زي الفل ان شاء الله. فاحنا هنفرجكم بشويه حاجات، اللي يعجبه حاجه ياخد سكرين شوت من الصوره ويرفع يبعت الرقم اللي احنا بنحطه هنا ده. هنا من الحاجات اللي عندنا، بص الشورت، بص التفاصيل، طريه خالص وخفيفه، حالتها زي ما انت شايف كده حته كلاسيكيه. عشان الناس بس ما تشوفش الفيديو ده لاول مره، ممكن حد يشوف الفيديو لاول مره يقول لك ايه 243 27 سنتي، ودي عليها عرض ب 600 اهي، ب 550 جنيه كمان عليها عرض، ودي مقاسها 41 نايك فري. الحاجات دي بتبقى في الجري جميله. لا دي نايك فليكس مش فري، بس هو النعل ده نعل فري والنعل الحر. ودي بالنسبه للريبوك، بصوا الحته الريبوك دي حته تحفه، مقاسها 40 ونص 26 سنتي، ريبوك فلات جميله جدا. اديداس ستان سميث مقاسها 37 وربع تحفه. الحاجات الصغيره دي بتكون 650 جنيه، المقاسات الصغيره خالص اللي هي 36 و37، 550 650 على حسب المدير وعلى حسب النظافه. اديداس دي مقاسها 44 وثلثين 28 سنتي، كلها جلد طبيعي، جلد طبيعي، جلد طبيعي، فرده ما شاء الله تحفه. اغلبيه الشغل ده والله يا جماعه انا جبته زي ما جبته حطيته وعرضته، يعني زي ما هو بنبيعه. دي مقاسها 41 ونص، دي بتاعت الجماعه اللي هم بيلعبوا هاند بول ما شاء الله. الصالات عامة جزمة جميلة، في ناس كتيرة بتبقى طالبة الحاجات دي بس هي ما بتجيش عندي كتير، بتيجي صدفة. ودي مقاسها 42، الأديداس دي برضو محترمة قوي، وجلد طبيعي كلها من هنا ومن هنا، كلها جلد طبيعي الجزمة دي، حلوة جدا ومقاسها حلو. بصوا النايك دي يا جماعة، بصوا ما شاء الله جامدة جدا جدا، بصوا الكلام 38 ونص، الناس اللي مقاسها 38 ونص، الحاجات دي بتبقى يعني مش عايز أقول لكم، يعني أنا ظهرتها في فيديو وأنا في التوكيل هنا في مصر، كانت بخمسة وحاجة النايك دي، كانت تقريبا كانت اللي هو الفيبر ماكس 90 او حاجه زي كده، هو موديل شبه لده مش ده بالظبط، بس طبعا احنا برضو اسعارنا ملهاش علاقه لا بالتوكيلات ولا باي حاجه. ودي نايك ميدكون، الميدكون دي مقاسها 40 ونص، 40 ونص من الحاجات برضو المحبوبه قوي ومطلوبه برضو قوي، ودايما بتتباع ما شاء الله على طول ما بتقعدش. ودي حته سكتشر كده مقاسها 40، طبعا زي ما انت شايف جديد، انا بجيب جديد في وسط الشغل مع الشغل. السكتشر دي برضو من ضمن الحاجات انا اعتبرتها ان هي جايه مع الشغل ده، تتباع بنفس الثمن. ودي حته تيمبرلاند مقاسها 43، عايزه بس ايه تتشد شويه بس كده، حته ما شاء الله جامده جدا، لو على مقاس انا ما احلهاش، تبقاش جزمه جميله ولوكت، الرقبه بتاعتها مش عاليه فتنفع برضو للناس اللي هي في مواقع او تحب الحاجات دي في شتاء وصيف. ودي اندر ارمور 30، دي اندر ارمور دي يا جماعه بصوا فرده، دي باسكت بول محترمه جدا جدا جدا، دي مقاسها 6 45، طول قدم 29 سنتي، من الحاجات الروعه الحته دي. ودي يا جماعه جديده جديده جديده، دي جت غلط في وسط الحاجات، مقاسها 41 وعندي منها 42 و43 جوه، دي جديده بره الحاجات دي خالص وسعرها مختلف عن دول، لو في منها طلع منها مستعمل بتقل شويه عن سعرها. دي مقاسها 40 ونص. نايك كراكس برده من الحاجات الحلوه قوي، عامله زي النايك شوكس، الشوكس برده من تحت هنا بتبقى فيها برده زي كده بس فيها كور، فرده جميله برده. ريبوك دي مقاسها 37، فرده برده جميله جدا فلات. ودي حته ريبوك مقاسها 42، بصوا الحاله عامله ازاي، حاله جميله قوي بس نعلها من تحت ممكن ما يبقاش افضل من اللي فاتوا، اقل شويه طبعا، كل حاجه ليها تمن، كل حاجه ليها تمن. بصوا دي اندر ارمور من الحاجات القويه قوي، مقاسها 46 30 سنتي، بصوا الجمال، فرده قلق، بصوا جامده جدا 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 ما شاء الله. هروح الجيم، طب ماشي يا عم نوح، انا همشي بقى عشان نوح. ودي حته مقاسها 40، حته جميله جدا تحفه، مقاسها 42 43 27 سنتي النايك دي، برضو لما بيجي الاضاءه فيها هنا هو بتعمل ريفلكت كده عاكس عشان اي حد بيلعب رياضه او حاجه. والبومه دي مقاسها، والبومه دي مقاسها 40، حته كلها شراب كده ما فيهاش اي حاجه، وحتى الرباط بتاعها من على جنب كده يعتبر رباطها اي حاجه عشان الناس اللي بتحب تلبس حاجه سهله وتكون بسيطه في اللبس، حته بومه من الحاجات الجميله والرايقه. ودي حته اديداس يا جماعه من الحاجات برضو الجميله، بس من هنا فيها زي خرم كده، طبعا دي جت لنا في وسط الشغل غلط، جت لنا في وسط الشغل غلط، واحنا لما بيجي لنا حاجه فيها غلط بنصورها للناس من بره، بنقول لهم يا جماعه في حاجه جت عكس الشغل اللي انا بشتغله. طبعا كل حاجه وليها تمن، زي ما انا بقول الحاله الجديده ليها تمن، يعني عندي جديد، عشان الناس بس ما تشوفش الفيديو ده لاول مره، ممكن حد يشوف الفيديو لاول مره يقول لك ايه ده ما عندوش غير مستعمل، عندي جديد يا باشا جوه في المخزن وفي المحلين
الحمد لله. 41 الريبوك دي ريبوك كلاسيك محترمه قوي ونعلها طاري وجامد جدا. ودي كيس ويس جديده، دي مش مستعمله، ودي عليها عرض ب 600 اهي، ب 550 جنيه كمان عليها عرض. كنت انا عاملهم، كنت جايبهم من فتره وبقى حته، انا بطير اي حاجه، ما بحبش حاجه تقعد عندي. والجزمه دي جديده اهي مش مستعمله، مقاسها 38. الاديداس دي من الحاجات برضو اللي شبه الستان سميث وكده. طبعا التيكيتات اهي كل حاجه زي ما انت عايز تشوف شوف، بس هي مش بالتيكيتات يعني اهي. ودي ريبوك مقاس 42 27 سنتي ونص، برضو من الحاجات الخفيفه، طريه خالص وخفيفه، حالتها زي ما انت شايف كده حته كلاسيكيه. طبعا الاسعار بتاعت الحاجات اللي انت شفتوها دي اغلبيتها بتبدا من اول 750 جنيه. لو فيها حاجه فيها عيب زي دي، ممكن مثلا دي بي يعني ممكن دي ب 650 جنيه او ب 600 جنيه، اللي هو برضو ايه، في ناس تقدر تعالج ده وتمشي بيها. انا بالنسبه لي بعتبرها ما جاتش، بنعتبرها ما جاتش. دي الحاجات اللي انا كنت عايز اوريها لكم النهارده. تابعونا ان شاء الله، كل يوم هنعرض حاجه جديده باذن الله. عندنا ملابس واحذيه وحاجات كتير قوي 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 هنعرضها لكم. بصوا عينه من الحاجات اللي عندنا، بص الشورت، بص التفاصيل، بص الكلام، بص الطباعه هنا والمواضيع، بص يا باشا، بص الخامات والجمال، الزرار. طبعا احنا بنشتغل اوريجينال لاي حد اول مره شفنا لاول مره. برده الباركود ده او الكيو ار كود ده، لو عملت عليه سكان هيجيب لك البراند ده منين. البراند ده الماني سي اند اي، في اندرو لتريكو، يعني في كذا اتجاه. ده اندرو لتريكو، اندرو لتريكو ده مصمم عالمي بيعمل حاجات عالميه، احنا مجربينه من الشتاء اللي فات، وفي حاجات كتير قوي قوي هوريها لكم ان شاء الله باذن الله في الفيديوهات الجايه. متشكرين عشان ما نطولش عليكم، ما تنسوش بقى تعملوا لايك سبسكرايب. السلام عليكم، يلا بينا. Thank you.